أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأصدقاء، دائما على قناتكم شروحات ستلايت. في هذا الفيديو القصير والذي سيكون عبارة عن توضيح بالنسبة لاستقبال قنوات التينتي الفرنسية المستعصية المتواجدة على قمر يوتلسات 5 درجات غرب، كما تشاهد هذا هو التردد الخاص بها هي الإشارة. هناك أمر مهم بالنسبة لالتقاط الإشارة وحول وضعية اللاقط، كما تشاهد اللاقط الآن فهو مسحوب إلى غاية آخر مستوى كما تشاهدون، فهو يلامس الحلقة. هناك بعض الأصدقاء تجد لديهم اللاقط هكذا أم هكذا، يعني على حسب رغبتهم، يعني يجب أن يكون اللاقط ليس في هذه الوضعية داخل في اتجاه الصحن، يجب أن يكون يعني في آخر مستوى إذا أردت التقاط القنوات الفرنسية. يجب أن تقوم بعمل هذه المرحلة أولا من أجل التقاط القنوات لأنها حساسة نوعا ما للإشارة كما تشاهد صديقي. بالنسبة لي أنا لا مشكلة، يعني حتى وإن قمت بوضع اللاقط في هذه الحالة تستقبل معي الإشارة لأني أسكن كما قلت لكم في الوسط حاليا، لكن إذا كنت في جنوب مثلا في جنوب المغرب ابتداء من مدينة الدار البيضاء قد تجد مشكلة في ذلك. لذلك من المستحسن أن تقوم بإرجاع اللاقط عن آخره، لن يتغير شكل الإشارة سواء على قمر النيسات أو على أي قمر كما تشاهدون الآن. الإشارة ثابتة معنا 91 كما تشاهدون. كان هذا فقط توضيح بسيط، ولا تنسوا دعم القناة وإلى اللقاء.